كذا ريكوردينج يلا دلوقتي احنا الساعة 11 بالليل وعايزين نوريكم ازاي نجيب سمك بكل سهولة وكل سلاسة. ادي طعم بسيط زومزو زومزو دلوقتي يعني شايفين الصنارة ننزل بكل سلاسة وكل أريحية. فشك فين؟ كل أريحية ونقف كده نستمع للموسيقى الإسبانيولي بتاعت زينة. الموسيقى بتاعت زينة نمبر فيرست ستيب وانا بشحن سيبيكي. هو بيشحن سيبيكي على السيبيكي طبعا الطريق بس بياخد ساعات كتير بياخد وقت شويه. ادي لسه بينزل الخيط زي ما احنا شايفين. هنجيب السمكه دلوقتي حالا. كمل الكادرات عشان خاطر يلا ايمن يلا طلع بسرعه قبل ما الكادر نجيب السمكه. السمكه مش راضيه تيجي. هتيجي لازم حاجه ايمن وعر وجاب اهم حاجه في الموضوع يا سامح اهم حاجه في الموضوع انك نسيت تقول خفض الغردقه. خفض يا جماعه الخفض اهي بتاعت الغردقه. نحب نعرف حضراتكم ان دي الخفض بتاعت الغردقه بتنور في الليل وبتنور في النهار وبتنور في كل على صدرها تنور على اي حته في جسمها تنور. وان شاء الله نتمنى لكم يلا زغزغ وائل عايزك تنور دلوقتي طبعا زي ما انتم شايفين محاولات للسمكه ان احنا بنجيب السمكه بكل اريحيه كل دلع. وطبعا دي اسهل طريقه للصيد. هنعلمكم التكنيك بتاعها بعدين لما نرجع مصر ان شاء الله. لو رجعنا زي ما احنا شايفين العود ملوي وهتطلع من الخبره يا جماعه ازاي تعرف سمكتك وهي طالعه. دي اعتقد انها سمكه صفراء فيها نقطه سوداء. ثلاث خطوط صفراء؟ ثلاث خطوط صفراء وتسمى باسم الحبر. تسمى باسم الحبر. ازاي احنا نقدر نطلعها وتوقعاتنا تبقى مرئيه وبنصبح عليكم وهي. استنى بعد الكادر ده خش على البرميل. خش على البرميل. ونقوم رامينها كده